لا ما ينفعش عشان هو وراه مذاكره، انتوا عمالين تضيعوا وقت. يلا يلا يا بابا، يلا كل واحد فيكم على بيته يا حبيبي. يلا يلا روح على بيته يا حبيبي. يلا يلا يا ماما، يلا يلا يا بابا، تعالى معايا. رايح فين يا فرانك؟ انت قالت لي اروح اذاكر. لا تعالى اقعد جنبي. لا يا حبيبي، الواد هيروح يذاكر عشان انا عايزه اسمع مهندس. لا هيطلع زينا. لا يا حبيبي، تفكير البهايم ده تخليهولك. بهايم ايه يا بنت انت؟ لا يا حبيبي، هو يطلع مهندس. انا اسمع الكلام. انت عايز تطلع فلاح يا حبيبي ولا مهندس؟ عايز اطلع مهندس. شوف انت. ايوه هو عايز يندى. مسكوت انت. تعالى يا ابني، انا عايزك يا حبيبي تطلع مهندس شاطر كده، عايزه الناس كلها تهتف باسمك واسمك كده ينتشر، كل الناس تبقى سامعه عنك وتعرف مين فرانك ده. يا تيتا جده بيحبطني، كل حاجه يقول لي عايزه اطلع مزارع، عايزه اطلع مزارع. سيبك من جدك ده، متخلف يقعد يفكر كده تفكير قديم كده مالكش دعوه بيه. إيه هو اللي خلى ابوك يطلع زيه؟ انما لا، انا مش هخليك تطلع زي ابوك، انا هخليك انت مهندس. يلا يا حبيبي، يلا ربنا كده ايه يسهلك. يلا حبيبي. هو كله يعرف كده وخلاص، هي مرحله وهتعدي، بعد كده بقى يبقى سهل. يلا معلش، خلص وهخليك تلعب مع اصحابك، بس المهم حاجه تخلص. يلا ما تزعلش نفسك، كل ده عشان مصلحتك، مش عايزك تتضايق. يلا معلش. يلا بص، انا عايزه وانا واقفه اقفل الباب افتحه ويبقى اسم فرانك لويد رايت ده مسمع اكبر مهندس كده في العالم. حاضر يا تيتا. ماشي حبيبي، يلا مع السلامه. والله هقولك، بصي انا كانت حياتي العاطفيه كنت متجوز كاترين، كانت يعني اكتر واحده حبيتها بمعنى اصح، بس للاسف الشديد يعني حصلت واقعه مفجعه جدا اللي هي جيل خادم قتلها هي واولادي احبائي. طبعا وقتها انا كنت في اوروبا، فان انا ارجع الصدم طبعا ان انا الاقي مراتي اللي هي كانت اغلى حاجه عندي وولادي طبعا اللي عايشين، ما لحقتهمش حتى في لحظاتهم الاخيره ان انا اشوفهم او ادعهم احطهم يعني اخدهم في حضني حتى. فده كافي ان هو يدمر اي انسان، يخليه ان هو يعني يبقى الموت اقرب بكتير، يدمر حياته علميا وفي الشغل وفي كل حاجه. يعني كنت اللي هو انا جزت بلا ظن. I feel so sorry for you. طب وفرانك رجع تاني ازاي لأعماله وحياته؟ بعدين بعدها ظهرت بقى في حياتي أوليجا. حبيبي أنا مجهزة لك مفاجأة. بجد؟ إيه هي؟ يلا جهز نفسك بقى عشان إحنا مسافرين على تلسا. أوكي. إيه ده؟ ده بجد؟ الروعة دي. إيه رأيك؟ أنتِ هتدرسي فيها عمارة وبس؟ لا طبعاً. احنا ندرس فيها architecture و construction و landscape و craft و tradition of organic architecture و material.
بتتكلمي بجد؟ لا حرفيا انت ابهرتيني فعلا. دلوقتي عايزين نعرف ازاي بقيت معماري مشهور وانت اساسا كنت في سيفل انجينيرنج. والله هقولك، بصي انا كنت شغال مع العميد طبعا زي اي طالب. ساعات كتير اول واحد بيكتشف في الاخر ان مش ده اللي هو مرتاح فيه، مش ده اللي هو عايزه. فكنت عادي بشتغل معاه في مشاريع كتير وكل حاجة، بس بشتغل اللي هو انا مش مرتاح، مش حاسس ان انا مبدع، مش حاسس ان ده مجالي، ان هو ده اللي انا عايزه، هو ده اللي عارف اخرج فيه الروح بتاعتي. بس بعدين بعدها رحت شيكاغو، وهناك بقى حصل. عرفني نفسك يا شمس. انا فرانك فولبرايت، كنت في السيفل انجينيرنج، بس انا ملهم بالطبيعه بزياده، فما حسيتش نفسي في السيفل خالص. طب وليه اخترت شركه ادجار بالذات؟ لان هي الشكل بيتبع الوظيفه فيها. غير كده كمان حضرتك ابو ناطحات السحاب، وكمان المودرن، حضرتك بتهتم بالمودرن جدا. مفيش ديكوريشن كتير، الكلام ده كله طبعا مهم طبعا. مفيش زحمه، بحسش بالزحمه في شغل. تمام. بعد حادثة شيكاغو، فكنا مضطرين ان احنا عندنا مساحات ارض مش كبيرة وعندنا عدد كبير، فاحنا كنا عايزين نستغل كل قطعة ارض. طب احنا نستغلها ازاي؟ هل لو انا طلعت وامتديت افقي ده حل؟ لا مش حل. هو انا الحل ان انا عندي مساحة صغيرة تاخد اكبر عدد. طب انا اعمل ايه؟ طب ما انا امتد رأسي. فده اللي حصل، من هنا جات لي الفكرة ان انا عايزة امتد رأسي. طب انا لما امتد رأسي ايه اللي شجعني على كده؟ ما انا ممكن امتد رأسي والناس تطلع على السلام. ايه الحل؟ ولا اي حل. الفكرة ان انا اللي شجعني على كده ان انا كان عندي الالفيتور خلاص اكتشفوه واتعمل عليه تجارب وخلاص بقى اوريدي شغال كل الناس. فانا كنت دي كان حاجة بتشجعني ان انا اطلع بيه. طب انا لو طلعت بيه والمبنى مش سليم برضو مفيش حل. فانا كان عندي ستيل ان انا اقدر اظبط الاستراكشر بتاع المبنى كله واستخدم ستيل، ده كان هيبقى بالنسبه لي تمام. يبقى انا كده عرفت ان انا اوقف المبنى رأسي زي ما انا عايز واستغليت المساحه، وعرفت برضو ان انا اخلي الناس تعرف تطلع وهي مرتاحه وما عندهاش مشكله. تمام جدا. طب احنا عايزين دلوقتي نعرف ايه وجه الاختلاف ما بين الانماط اللي قالها سوليفان معاك. ايه الاختلاف معاك؟ وصلنا نتكلم عن نقطتين. ان هو كان بيتكلم عن ان هو بيميل ان هو بيحب الرأسي، انا لا كنت بميل للحرية. والحرية يعني اكيد هميل ان المبنى يكون افقي عشان الغي اي قيود. هو بيميل للديكوريشن خارجيا حتى لو بسيطة، انا لا انا بميل لها داخليا. يعني في الانتيريور بتاعي لا في ديكوريشن، بس برا لا. نفس الحكاية، أنا بلغي الحوايط الداخلية عشان أحس بحرية أكتر في البنى. المبنى ده بقى كان حكايته حكاية جدا معايا. المبنى ده كان وسط غابة، طبعا دي تحديات صعبة جدا بالنسبة لأي معماري، بس أكيد ده ما همنيش طبعا. يعني أول حاجة خدت المبنى ده كان وسط صخور ضخمة جدا والأشجار كانت عالية، فأنا عملت حساباتي عشان أتأكد إن أنا أعمل كنتليفر ما يخرش الماء بمعنى أصح. دلوقتي احنا نرجع لفرانك وعايزين نعرف ايه فكرتك او الشكل اللي انت اخدته في بوينهام ميوزيوم. اخدته من الحلزون. الفكرة ان هو كان من الاعلى للاسفل، وهنا بالظبط كنت بطبق فكره ان الوظيفه والشكل هم حاجه واحده. طيب دلوقتي احنا
سمعت ان الميوزيوم كله عبارة عن رام، واخد رام كبير جدا او نازل كله برام، فازاي الناس بتطلع او ازاي السيركيوليشن ماشية ازاي؟ هو طبيعة الميوزيوم ان احنا بنطلع باسانسيرات، بس النزول بعمله برام استخدمت فيه الكونكريت، بس طبعا ان هو يريح الانسان. فالرامب كله كان من اعلى لاسفل، كان مجرد عبارة عن نزول مش اكتر. تمام جدا. طيب بالنسبة ان انت اتبعت فيه الشكل تبع الوظيفة ولا الشكل والوظيفة حاجة واحدة؟ طبعا الشكل والوظيفة حاجة واحدة. دلوقتي نرجع للويس، وكنا عايزين نعرف الاوديتوريوم بيلدينج اللي انت عملته في شيكاغو، ايه النمط اللي انت استخدمته او ايه الحاجات اللي انت استخدمتها فيه او ايه اللي ساعدك في ان انت تعمله؟ هو مبدئيا كمسرح كان عايز فكر جديد، بمعنى ان انا استخدمت فيه او ان انا نجحت ان انا اعمل حاجة انا شايفة نجاح طبعا بالنسبة لي، ان انا استخدم اير كونديشن سنترال اير كونديشن في المبنى كله، وان انا استخدم الاضاءة كانت جيدة لاي حد في المسرح، هو الاضاءة بالنسبة له هادية ومريحة وفي نفس الوقت عالية. الصوت كان تمام ووصل لاي حد وما فيهوش ازعاج اللي هي نبرة عالية او حاجة، لا هو كان مظبوط ومدروس بكل الحسابات بالنسبة للأكوستيك. السيمي سيركل قرش من بره انا كنت مستخدم سيمتريك والزخارف. مش مهندسة، انت حالي مش مهندسة فوقي.